كسولة مثل كوالة تعشق الأكل ليلا ونهارا وأهلها محتارين معاها. أخوها غني محوش فلوس، أختها تحب أن تتشاجر معاها، أختها الثانية كثير حلوة وحنونة، والثانية هي الوحيدة المسؤولة. بس هدي الكسولة مثل الكوالة فتحت قناة لكن ما تشتغل على طول، تنزل الفيديو بعد شهور مفكرة حالة كأنها مشهور. هدي الايجي كسولة مثل الكوالة. وش تسوي هذه؟ ليش تضحك؟ قومي نظفي غرفتك اللي تشبه مكب الزبالة طوال العطلة الصيفية، ولا مرة نظفتيها. الغرفة رح تعفن ويطلع فيها صراصير بسببك. ما أريد أنظفها، أصلاً هي نظيفة، كثير نظيفة. إيش كل هذا القشر؟ كم مرة قلت لك لا ترمي القشر على السجاد؟ قومي نظفيها لا أطعميكي شبشبي الأحمر. والله إذا ما بتنظفيها لا أوريك العين الحمرة. قلة أدب جيل آخر زمن. أوف ياه، يا ربي وش فيها إذا كانت الغرفة شوية وسخة؟ اتركوني مبسوطة بآخر يوم من العطلة الصيفية. بالتفكير بالموضوع، المدرسة يوم الاثنين، العطلة مرت بسرعة. يا ترى أنا إيش عملت طول العطلة الصيفية؟ من يوم ما بدأت الإجازة الصيفية هديل ما كانت تصحى حتى وقت الظهر، وبعدما تصحى كانت تقضي طوال اليوم على الجو، وطبعا ما كانت تترك الثلاجة بحالها، كل شوية تروح تأكل الأخضر واليابس، وبعدها كانت تسهر لمنتصف الليل حتى تستغل كل لحظة بالعطلة، مع إنها ميتة من النعس بس لازم تسهر وبالنهاية تروح تنام. وهيك ترجع تعيد السيناريو، تأكل تنام وتدخل الحمام. تذكرت إني قضيت الإجازة الصيفية وأنا آكل وأنام وأدخل الحمام. أحلى شيء إني أروح أخذ لي شيء من المطبخ. نظفتي غرفتك مثل ما قلت لك؟ ها؟ نظفت نصفها وبعدين بكمل. يا ربي ما أقدر أنتظر لين تفتح المدرسة. ما يحتاج، بكرة الاثنين وبتبدأ المدرسة. هديل قولي قزازة؟ قزازة خلصت الإجازة. قومي نظفي السجادة يا قليلة الأدب، النظافة من الإيمان. وانتو حطوا لايك واشتركوا بالقناة. رحلاتي هل يا ترى سأذكرها مهما جرى؟ أم ستكون الذاكرة لتصبح حلما مقبرا؟